مرحبا خالتي، كيفك اليوم؟ منيحة، انت كيفك؟ انا كمان منيحة. طلعي قدامك، ليش ماشي بنص الطريق؟ شو عمية؟ اصلا انت المفروض تشوف قدامك مو انا. وين مفكر حالك؟ بالحارة؟ انت بالحارة؟ الله الله، لابسي طاقية وسايق هالميتور وطاير فيه كأنه ما في غيرك بهالدنيا بيعرف يسوق. فوق عم تعلي الصوت؟ انت شوفي قدامك وطصي يا خانو، شوفي موتورك كيف صارت حالته. ايه ما صار شي. المهم فيك شي؟ هذا الطريق للموتورات والسيارات مو للتمشاية. عم تحكي عن جد ما؟ يا الله، دخيل امك على هالخلفش وانك مثل الورد ما شاء الله. عفوا؟ الاسم هالمرة بتزبط ان شاء الله. ما فهمت. يعني موتورك ولا شي يكون ان شاء الله صعبه. ما اشتغل الموتور. بعتذر يعني اذا هو تعطل بسببي. واعتذارك هذا وين بصرفه؟ بيشتري لي قطع تبديل؟ ايه شبك؟ ايه جلقت لاني ما حكيت؟ شو فيني اعمل بالله؟ شو فيني اعمل؟ خليني اكبس شي كبسه وشوف. بعدي بعدي بعدي، لا تلمسي، انا بزبطه يسلمه. تصطفل انت وموتورك معناتها؟ شو هاد؟ تشرشحت انا، والله تشرشحت. فخرية انت منيحة؟ ايه منيحة يا منيحة، بس هلا التقيت بحدا غليظ وعصبني كتير ونرفزني. منيحة يعني؟ عاصم قلت لك منيحة؟ بعدين فهمني طبعت البرنامج؟ كيف يعني؟ المفروض اطبع البرنامج؟ مع الأسف والله يا حب، مع الأسف. رؤيا خانم راحت وتركتنا، وبعدها الشغلات اختصاصك. شو جابوا على المدرسة لهون؟ ليكون المجنون عم يلحقني بقى صار. فخرية شو عم توتوتي لحالك؟ لا يعني لسه في بهالدنيا مجانين لهلا؟ ابو موتور الاهبل هذا واحد مجنون. عاصي بيك موجود لو سمحت؟ انا شو بدك امور؟ بخصوص دروس الموسيقى، علاء اسمي. اهلا وسهلا. حكينا على التليفون انا وياك؟ بلا حكينا. للاسف لهلا في ناس لسه ما بيعرفوا يمشوا عرصيف.